الأخ الجريح جعفر كاظم، وتتفضل الأخت أم صادق خندق. لعنة على آل سعود. السلام عليكم. اليوم وقفت وقفة مو لأني وقفتها، لأن ولدي صادق اتصلني أمس لراجيه رجاني تعددت الى العذاب منهم. تخيل يما تعرفون الطابق الثالث وتعرض الى اسبسطوس من الشغب على راسي، وخدني سحبني الى مسافات الدرب 15 متر. في النهايه جولني ضابط يقول لي بتصير ايام المخابرات، قال لي ما بصير مخابرات وياكم. بعد ما بصير مخابرات اخذ الهلولة وضرب الراس، كان موت كان موت بس ريان مخابرات. لو وصلت إلى مركز البداية هنا شاف ضابط ثاني قال هذا مين صادق الغسرة؟ قال لا هذا صادق خمدر. قال ليه صادق خمدر عمره 15 سنة؟ تعالي كان هو نايم، قال بنام تعبان من الساعة 11 ونص انتم ماخذيني، الحين 3 ونص، تخيلوا ايش سوى فيه، قال بصير مخابرات؟ قال لا، قال اصبر علي، قام يواصل ضرب، قال بموت، بموت، قال موت علي، ضرب ضرب لما طاح على ايدي اغمى عليه مباشر. الشباب 20 شخص اللي رموهم من فوق، طابق الثالث كلهم تعرضوا لنفس العرض اللي تعرض له ولدي. تخيل قالوا له صار الخمدي بموت، قال عسى الموت خليه يموت. تخيلوا صار يوم طاح وداه القلعه، قالوا له هذا ميت ما نقدر نعالجه. ودوه العسكري، اتصال العسكري قالوا هذا ميت ما نقدر نسوي له حل. ودوه السلمانيه، اتصلوا لي قالوا ولش احتمال يموت إذا ما وقعتين على العملية. طبعا رحت وقعت على العملية، قلت لكن اللي شاف اشرح لي كيفية العملية، أوقع على شيء ما أدري العملية؟ قال جمجمته انكسرت، وهذا انكسار الجمجمة ثقبت أوعية في المخ، احتمال يموت. ليش؟ من اليوم إلى باكر نسبة النزيف الداخلي اليوم تقريبا 17 وامس 13، اذا ما وقعتي ان شاء الله باكر احتمال ميت. قلت له وقع، ليش ما وقع؟ وفعلا وقع، ولكن قلت للدكتور اوقع اغير يا ولدي؟ قال اكيد غير يا ولد من حقش، لان ولد احتمال يفقد ذاكرته. الشرطي قال لا اتوقع تروح البيت، قال لا احتمال يفقد ذاكرته الصبي. المهم تخيلوا ايش سوى فيه الشرطي، مجرد انتظر اوقع العمليه امس مشيت شوي خلعوني، قالوا لي العمليه 10:10 ونص، دخلوا الوقت 5 ونص، بس مجرد اني وصلت وديت الجهاز جيت 6 ونص دخلوا العمليه. بعد العمليه انتظرت الى ما يطلع 11 ونص، كل ما نظرها ولدي بموت بموت من دم يخوف راسي، هذا اللي علمني. المهم الشرطي يقول سمعتي ايش قال؟ قال بموت، بس اطلعي. قلت له ولدي بموت، اشوف يموت، ولا شيء سامحيني، من حقي كأم تشوف ولدها ولو يرتعي من هذا البرج. المهم طردني الى اللفت، وصلت الى بن جمره 12. اول ما وصلت الشغب صرخة وعلي صرخة عند السادر، ديك الصرخة وجو الهيجان اللي تخيل مرة تنطرد من مركز مستشفى السلمانية وتتلقى وحوش لهم طبعا الشغب جايين لي. أنا ما أعرف، قلت الله يسامحك ولدي، أني لاحقيني شغب ما أقدر تصرف، شلون أنت عمرك 15 سنة؟ المهم الله
بتقولي الشرطي اللي في مركز الدية ولاش حالة استثنائية وحالة خاصة ومن حقش تكوني إياه فترة وجودها في المستشفى السلماني. المهم طبعاً ما في فايدة. حاول إياه بس قال أنا طالعة طلعت عنا ثاني يوم. طبعاً محاولة ثاني يوم اللي يقول لي ما كنت عرفتني؟ قال عرفتش. تدري اليوم رجالي بعد؟ لما اللي يقول لي جاني الضابط نفسه اللي جاني في مركز الدية يسألني يصير مخابرات؟ قال لي لا، قال بتشوف شغلك في حوض الجار. فعلا خامس يوم رحلوا على حوض الجار. تخيلوا دخلت على الدكتور سألت الدكتور وش اخبار صالو؟ انا راني شفت صالو طلعوه لباب سري. الله قاتل من انا اشوف هذيك اللحظه وانا كنت رايحه فوجئ صالح ولدي بترحلونه قاعدين من رحله ليش خلاص؟ قلت بس اليوم خامس العمليه شفت الهوز اللي من راسه على طول بترحله زين بعلميته نبي مواعيده. قام المركز الدياب يتصل ليش؟ المهم تخيلوا ثالث يوم اتصل لي ولدي يقول انا بموت امه قاعده تعرض للتعذيب راضين يعالجوني. اروح للشرطي وين العيادة؟ احتاج العلاج كل سخرية. يلا يلا استوي روحك علشان نرجع. لا مستحيل. وفعلا ضل ثلاثة ايام يتصل لي. تخيلوا يوم خامس من رحلوا اخذنا اختفاء رضا اللي هو ما اعتقد اختفى رضا من هناك. سامحني يا عمل انا ما بقدر اطالب ولا بقول اي كلام بس اليوم طلب من عندك كلمه. انت اخذت ولدي صح ورحلت عنهم زين ولكن من حقي الان العلاج. ولدي تخيل ايش تعرض اثناء اختفاء رضا. دخلوا على الباب تسعه وعقبوا جميع 20 تقريبا او 10 بقول عندهم 20 الموجودين في العنبر كانوا تعرضوا للتعذيب. كان هدفهم انا ببالي هدفهم صار 5 مليار. ما كان هدفهم رضا. تدرون ليش؟ لان اثناء طلعوا الشباب كامل من العنبر قفلوا الباب كان صارخ ذيك اللحظه متالم واللي راح للمقابله نفس اليوم قال يما انا بس تروحيني للبيت انا على طول بحاول انام لان احس راسي بينفجر. ما هم راضين لما يعطون دواء قال بس يعطوني بنادول ويقول يلا رح نام. اذا ما عرف روح نام بس حاول يمكن يحصل لك واحد من الشرطي يحاول يساعد. وفعلا راح نام اعطوني بنادول وراح نام. تخيل وصلت لصالح خمده اثناء طلعتهم قفلوا الباب كان هدفهم قالوا له بصير يعني على كلام دكتور ما استطيع ذكر اسمه
احنا نوديك النيابة، ولكن عندي لك شيء. هذا الدرع المخير ترى احنا بمكان نفتح عليك اذا قلت اني ما سويت. قال وش بالك نقول كله ايه؟ وفعلا تخيل وش التهمة اللي حطوها عليك، انك انت فجرت سردر؟ قال نعم فجرت. ان انت تجمهر؟ نعم سويت. انت تعديت على الشغل؟ نعم سويت. عدد لأسماء 50 عدد من الشباب من الجمرة، وفعلا اللي صار عددهم هو يصيح. اتصل يقول ما قلنا من الجمرة سامحوني، ذكروا لي أسماء المعرفة، ولكن الطب مواصل من الحوض الجاف. لا 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 حمد بس حبيت اقول لكم المهم لذلك 16 اليوم محكمتهم ولحد الحين ما ندري وش حكمهم، بس النائب المهم النيابه وش قالوا الاحتمال انت حبس 15 سنه، 5 سنوات. انا مو ابغى احبس ولدي 5 سنوات، ولكن عاجل لا تخلي بدون علاج. في نفس الوقت هو منكم وليس من الشباب من الجمرة، منكم يا آباء، أولادنا كانوا يضيعون، نبغاكم كلكم، ما نبيكم نقول أولادنا اطلعوا وشيلوا، لا إرشاد منكم. إحنا أولادنا ما أدري صار طلع ولا ما طلع، ماني هاي الشيء، بس ترى أولادنا يضيعون من عيالنا، ولدي قال لي ما أسوي حل، أنا بضيع، أنا بموت. والشباب كنا نتعرض لتعذيب بشكل يومي، وطالبة منكم يعني أي محامي كان، يعني لا أستطيع ذكر المحامي اللي كلمته بالليل إني يوقف إذا صار، ترى أحتاج إليكم والشباب من أكبر 9 وأكبر 2 وأكبر 4 محتاجين إليكم ترى يتعرضون بشكل يومي للتعذيب. تخيل أولادنا تقريبا يوم بعد يوم يرفضون إنه يحضرون أو يشوفون. أنا ولدي قال ترى ما في احتمال أنا مش أجيني لأن أتعرض لتعذيب من بعدش. كل مقابلة يشوفونه يأخذون تفتيشنا وضرب. فسامحوني طولت عليكم وحابة أنكم توقفون يا شباب. يا شباب أنا ضايعين. على إيد حمد ضايعين. وأخذ جريح محمد علي السالي في 3 دقائق.